ئەزیەددانی دایک و باوک بێڕێزی کردن لەگەڕیان کاتێک کە خوای رب العالمین دەفەرمێ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا خواي رب العالمين دفرمي خوا فرمان أمري كردوا محمد عليه الصلاة والسلام پروردگارکت فرمان أمري كردوا كتنها أو بپرستريهت شريكها وبشي بو پيدا نكره وفرمان شيدا وكوا لقردائي كوباوكا كانتان چاك بن ريزيان لي بگرن وخواي رب العالمين لتواوكري آياتكيك سورة إسراء آيات بستوسي وبستوشوارا دفرموا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما دفرموا أجر يشيان ماو بتمن داتو لقر الدجيا يان دوانيان بتمن داتون و تمنیان مزنو گوربو و تهردو کیان دایکو باوکت قسیان پیمالی و تناند پیانمالی اوف اوف و شیه چی زور بچوک و گچکیا کاتک کوا زانانی اسلام ده فرمون اگر لو شی لو آزاری کمتر هبا خوای رب العالمین باسی اوی شیده کرد و تا نابی لدستیان آخق اوف چی هر بچیشی کاتێک کەوا ئیش و کارێکیان پێت دەبی ویان کارێکیان جێبەجێ دەکەی ویان لە خزمەتیان دادەبی و نابی ڕوویان لێوەرجێری و قسەی ناخۆش و ڕەقیان لەگەڕدا بکەی بەڵکو دەبی لەگەڕیان قسەکانت بەڕێز و ئیحترامەوە بی چونکە داک و باب سەبەب و بوون و وجودی مرۆڤەکانن منداڵەکانن و لە پاشان خوا دەفەرمێ وەخفض لەهما جەناح الذل من الرەحمە وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بلكو بالي نرمونيانيو بزيو خو بهج داننان برامبر بداكو بابي راب شيشو لقريان وابا وبري اي خواي رب العالمين رحمو بزيان بيبكي هروك اوان رحمو بزيان بمن كرد لكاتي بتوكايتيم دا اگر رحمي وان نبا رنگ من نجيا بام اگر رحمي داكو باب من نبا رنگا و كاتي بلا و مصيبت و چشم لو دروز دبو اوان رحمو بزيان بمن دكرت خوش يكاني خوان لپنا و من دادنا حتى من سر كوتوب مو گورب مو لجيانا چي خوش دابجيم ولپاشان برزان و خوش شوستان جوه بيست بون لألقاكاني سرطا و رابردو استاش ببير تان ديني نوا يچك لهر گناه گورو مزنکان پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام که ابو بکر ده جرتو ده فرمی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام الا انبئكم با اكبر الكبائر آیا آگدار و هشیارتان بکم و لهمو تاوان و گناه کان مزنترو گورتر کامن دل سجاران ویگوتو ایمش گوتمان قلنا بلا یا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع قلت من بلي أقدر من بكوا پیغمبر إخوائي عليه الصلاة والسلام قال الإشراك بالله يكم لهمو گناه تاوان كان مزن ترو گورتر شريك برياردان بو إخوائي رب العالمين لدوي فرموي وعقوق الوالدين وآزار أزيدان دايكو باوكا وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت او فرمودك لصحيح بخاري ومسلم داهاتوا لباشان فرموي لدواي شرك پیدا کردن بو خواي كلامو تاوان و گناه كان مزنترا از يداني داك خوباوكا او زردله پیغمبر عليه الصلاه والسلام پاري دابو او دانيشت لباشان كفرموي اگداريش بنوا سید رویی و شاهد مانی شاهدیدان بدرا در هندی دوباره کرده و وطمان خوزگا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیدنگ بی لبروی ترس من لینشت دیار عذاب کی زوره او گناه تاوانانه و عبدالله کری عمری کری عاصیش دا جرته و لفرموده چی دا که لصحیح بخاری و مسلم دا هاتوا دا فرموی پیغمبر فرموی علیه الصلاة والسلام من الكبائر شتم الرجل والديه لقناها قورو مزنكانا كسيك جوين بفروشي وبدا بداكو بابي
دلي قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه آية أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام قد وعد به پیاو مروفکان وكتو آفرتکان واتمندالکان جوان بفروشنو بدن بداكو بابيان قال نعم پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام بلي وعد به استاكا زور زوري جوايا ديار لو كاتي زور زيگاي شرم بوا پیان سیر بوا او مجتمع و کوملگای او کاتی من دال بتوانی و جرأت بکا جوین فروش بی برانبر بداکو بابی استا راست و خود جوین دان بداکو بابی شتیشی زور آساییه لناو خو من داهای و پیدا بوا و لمیجیشه پیغمبر فرموی بلی علیه الصلاة والسلام یسب ابا الرجل فیسب اباه او جوان داده بابی برام برکی کاتک لگری بشر ده نخوشی چیند کوت نیوان اویش جوان به بابی وی داده و معنای بخوی بو هو کارو سببی اوی جوان بدره به بابی دیار بخوی که انه جوان کی داوه و یسب امه فیسب امه اویش جوان داده برام برکی بداچی دیار اویش جوانی پیدا داتا و او کاتی وکو اوی وای بخوی جوانی دابیتا دایچی خوی ولر روایتی چی تر دفرمه این من اکبر الكبائر ان یلعن الرجل والدیه لهمو تاوانکان براستی و بیگو من گورترو مزنتر اویا مروفکان پیاوکان مندالکان لعند بکن لداکو بابیان و جوانیان با بینن قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قلت يعني پیغمبر إخوائي عليه الصلاة والسلام چون مروفکان و پیاوکان لعند و برداك و بابيان دخن و جوينيان بودينن قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه او قصد لتن و جوين دادا و لعند دادا لداك و بابي بران بركي اوش پيدا لتوا او كأنه بخوي بو سبب وكارو راستو خو كأنه جواني دايا بداكو بابي خوي